ما اسمك؟ في أي صف أنت يا خالد؟ لماذا شاركت في الشعر الصغير؟ وماذا تصبح حينما تكبر؟ شكرا يا خالد. اسمي جابر محمد طارونة، بالصف أول بني. أحب أن أكون مهندسا عندما أكبر. اشتركت بالشعر الصغير لأنه أنا أحب الشعر. وشكرا. اسمي أحمد حسين الجعفر، صفي أول مائي، ومدرسة اللغة العربية مسعور روبن. أريد أن أصبح حينما أكبر طبيب. أصبحت الشاعر الصغير لأنني أحب اللغة العربية. أريد أن أصبح متفوقا في اللغة العربية. السلام عليكم، أنا نادية فادي حسن، الصف الأول أحمر. حبيبتي معلمتي مس فاطمة، أحببت أن أشارك في الشعر الصغير يحب الكبير اللغة العربية. عندما أكبر سأصبح معلمة للأجيال، كما يزرع الفلاح حقلا للأجيال يمرأه ثمر المغلال. عزيزة خالد البشر واحد أحمر، غنوا معي صحبتي إشارة المرور، صارت كالشفق قائدي للسير وعبور. في ظلها نحيا معا بخير والسلام، وضوءها يقودنا هدية على الدوام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي جراح مشاري محمود، أنا صف الأول برتقالي. معلمتي اسمها مس عروبة، وأنا بكون